Okay, then add nine strain x, so partial I partial x, strain z for partial w, I partial z, where u and w are displacement at the x and z direction. Shear strain شو سوى؟ احنا نعرف بالعكس بالشير strain، يعني هي زاوية كأنه فيها partial u على partial z plus partial w على partial x as عكسها ذني مجموعة. For the soil must remain continuous the following equation of هسه عرفنا اكو equilibrium equation واي مو هاي لازم يطبق حتى اقدر اطبق الالاستيسيتي بالماتيريال لازم انا يتحقق عندي الاكوليبريم اكويشن وايضا عندي معادلات هي يسموها كونتينيوتي اكويشن يعني شنو كونتينيوتي يعني ديسبيسمنت باي نقطه بالاليمنت المفروض الديسبيسمنت هنا من هاي الجهه هي نفس من هاي الجهه اوكي ديسبيسمنت هاي النقطه هي من هاي الجهه هي نفس من هاي الجهه بالنسبه لهاي النقطه وهكذا باي نقطه بالاليمنت اذا لازم يتحقق عندي يسموها compatibility equation وهي شنو partial square strain x على partial z square plus partial square العفو هذا تصححوها partial square strain x على partial x square okay plus partial square epsilon z على partial z square ناقص partial shear strain gamma xz على partial x partial z هذا ايضا يسمى compatibility equation إذا هذول لازم يتحققون equilibrium equation و continuity equation زين أو continuity أو compatibility equation حتى يصير عندنا نقدر نطبق الـ elasticity theorem. هسه نيجي على exact solution of problems يعني أي مسألة عندي بالتربية شلون النتائج الواقع شو اسمه الـ exact مالتها require the satisfaction of the coefficient لازم الاثنين يتحققون يعني هسه قبل شوية حكينا. إذا لازم عندي equilibrium equation compatibility equation وأيضا لازم نختار علاقة الإجهاد الإنفعال اللي هو إلاستيك إلاستوبلاستيك أو غيره إذا لازم أني بأي جزء بأي موضوع problem بالنسبة للتربة لازم أني عندي هذين equilibrium equation والcontinuity equations لازم يتحققون أيضا لازم أني أعرف علاقة الإجهاد الإنفعال هل هو إلاستيك لو إلاستوبلاستيك لو أوكي فهنا راح أرجع على موضوع strength of material تذكرون أو mechanics of material من سويته فحص على ألمنيوم وجريتوها بالجهاز إلى أن صار قطع بها أو نقطة ما انقطع فكان رسم مثلا بين stress و strain أو بين load و displacement واللي تحول إلى stress strain فكان يصير linear إلى أن يصير peak وينزل مو فهنا هذا نفس الشيء دي يمثل هنا ال O إلى ال Y هو approximately linear elastic هذا اللي نحكي عليه elasticity هذا إنه من تشيل اللود بأي نقطة يرجع إلى صفر ما في displacement باقي متبقى ال Y شنو إذا هو ال yield يعني هي المنطقة الحرجة ال point اللي وراها يبدي plasticity أوكي plastic وراها plastic strength generate ال F شنو هذا مو يتحمل بلاستيك يتحمل يصير به بلاستيستي لدن يعني 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 يصير بها مرونه ولدونه وبالتالي راح يصير عندنا هنا يفشل هنا بعد ما يتحمل يصير به فشل بالماتيريال اللي عندنا مثلا هنا تربه اذا من واي الى اف شنو سترين اور ورك هذا هاي يسموها سترين اور ورك منها الى الاف ليش؟ لان دي يقوى عندنا التربه يعني بعد دي يتحمل مو فستين العفو اي ورك هاردنج يعني يصير تقوي بالتربه لان يتحمل ورا الاف شو يصير؟ افتر اف زين ستين او ورك سوفتنج يعني هنا يبدي سوفتنج ضعف سموها ورك سوفتنج انتر ريتشنج ستيت وين بلاستيك سترينز كونتينيو اتكون الى ان يوصل الى مرحله يبدي هنا work softening إلى أن يوصل مرحلة إنه إنه يزداد ال displacement أو strain بثبات stress أو load أوكي باعتبار إنه فشل إذا هاي التسميات اللي راح تشوفوها هسه اللي هو من O هسه هذا العملي أوكي النظريا شلون مثلوا قالوا لا إحنا عندنا من O إلى Y داش P يسموها is an approximation of stress strain relationship
يعني تقريبي للواقعي للعملي، قالوا هاي منا لهنا هي إلاستيك بعدين بلاستيك. أوكي إذا هاي الواي داش كأنه يمثل الواي هاي yielding point. So that وأيضا بحيث الأو واي داش مكان أو واي كان إلاستيك بنقال منا لهنا كان إلاستيك بالواقع أو بالعملي بالفحص، يصير عندي من واي من أو إلى واي داش نظريا سووا approximate يعني solution، قالوا هاي من O إلى Y داش هي الإلاستيك، وبعدين من Y داش إلى ال P هو perfect plastic، يعني باعوا خط مستقيم، يعني كأنه السترين يزداد بثبوت ستريس، بينما كان هنا يصير عندنا work hardening بالواقع بالعملي، work hardening ثم work softening، وكان ال F هو البيك أو النقطة أعلى قيمة اللي تصير بالفشل. أوكي هذا المقصود.